محمد عيد معاكم اليوم من مدينة دبي، مدينة الأحلام. طبعا شباب اليوم جاي أشارككم خبرتي في مجال التسويق الشبكي، كانت خبرة جدا جميلة، كانت رحلة جدا موفقة. بديتها كأي شاب طموح نفسه يطور من مهاراته، يزيد من دخله، زائد يوصل للشيء اللي دائما كنت أحلم فيه، لأني طبعا مثل أي شاب كان عندي أحلام كبيرة، عندي طموح كبير، لكن للأسف الشديد ما وجدت هذا الشيء في مجال الوظيفة اللي اشتغلت فيها، فاضطريت أني أدور على طرق دخل ثانية، ولله الحمد الله وفقني في رحلة تسويق الشبكي اللي بديتها في سنة 2002. كانوا يسألوني كم عمرك، لأن الناس متعودة أن واحد يكون مثلا مرتاح ماديا أو واصل الحرية المالية يكون عمره مثلا 40 سنة 50 سنة، لكن الحلو الجميل شباب في صناعتنا أنك اليوم نعم ممكن اليوم توصل للحرية المالية والتقاعد الحقيقي اللي أنت تدور عليه ممكن في العشرينات من عمرك أو الثلاثينات من عمرك. شباب نصيحة مني لكم بعد الخبرة الكبيرة في هذا المجال اللي أنا اشتغلت فيه، عشان كل واحد فيكم اليوم يوصل لحلمه، يوصل للشيء اللي هو يطمح له، المطلوب منكم شباب فقط تغذوا تفكيركم، غذوها بالأفكار الإيجابية، غذوها بالطموح، غذوها بالأحلام، خليكم دائما محيطين نفسكم بناس إيجابيين وابعدوا عن ناس سلبيين. Today we have our summit. Dubli is doing something unbelievable. Okay, something crazy, something different. We are really different. الأسباب اللي احنا شغالين فيه في التسويق الشبكي نوصل للحرية المالية، واليوم بفضل رب العالمين اتيحت لي الفرصة اني اكون من اوائل الناس في الشرق الاوسط وفي اسيا وفي افريقيا اللي شغالين في شركة دوبلي. نعم شباب شركة دوبلي. ليش شركة دوبلي؟ شركة دوبلي شباب غيرت مفهوم التسويق الشبكي في عالم صناعة التسويق الشبكي. اليوم دوبلي تعتبر ثورة جديدة، صناعة جديدة، وشباب كلكم عارفين ثورة السوشيال ميديا والنتورك ماركت بشكل عام كيف قاعد تطور بشكل سريع. شباب المميز في دوبلي اليوم انك انت ما راح تكون مسوق عادي، راح تكون مسوق احترافي، راح تواكب ثورة التكنولوجيا. بالاضافة لهذا كله انت اليوم كأي نتوركر بيطمح، شو طموحه؟ طموحه انه يكون واحد من مؤسسين الشركة. اليوم شباب دوبلي تعطي كل مسوق او كل نتوركر هذا الامل او هذه الفرصة. هذه نصيحة لكل نتوركر ذكي، احنا كلنا دائما نشتغل علشان نوصل لمرحلة اسمها Financial Freedom، انه فعلا انت اليوم ممكن تكون احد مؤسسين هالشركة، وهذا الشيء راح يعود بفائدة مش عليك انت بس، عليك انت وعلى جميع اسرتك. For the last 3-4 months we have been working double behind the scenes because to apply for NASDAQ is a very, very big thing. One, two, three. Dubli! بوجه لكم اليوم انكم اليوم تاخذوا القرار باسرع وقت، لانكم كلكم عارفين time is money.